اسم غير معدود نستخدم معها ايضا سم. نكمل الان مع زيرو وذا. اذا رابعا لدينا ذا والزيرو ارتكل. طبعا لما اجي احكي عن الزيرو ارتكل اي ان لا يوجد لدي اي اداة تعريف، لا يوجد لدي ذا غير موجودة، الأه غير موجودة، الآن غير موجودة. إذن الزيرو أرتيكل أي أنه لا يوجد لدي أي أداة تعريف قبل الاسم. ذا، ذا تأتي مع المعدود وتأتي مع غير المعدود، لكنها تأتي مع البحار، المحيطات، الأنهار. إذن الماء يمس، إذا نتحدث عن البحار، المحيطات، الأنهار، نقوم باستخدام ذا. فنقول مثلا The Atlantic Ocean، The Nile River. إذن تأتي مع البحار، المحيطات، الأنهار. من هي؟ ذا. اثنين، تأتي مع أسماء الفنادق، المطاعم، المتاحف، مسارح، السينمات. إذن مثلا نقول The Grand Hotel، هوتل، فندق. إذن لازم نحط ذا. The Jordanian Museum، متحف، اسم متحف. إذن لازم يكون عندي ذا. The Times، اسم إحدى الجرائد، أيضا شو نحكي؟ ذا. The Roman Theater، إذن لدينا هنا مسرح، فنقوم باستخدام ذا. إذن ذا إلى الآن تأتي مع البحار، وحدات الأنهار، فنادق، مطاعم، متاحف، مسارح والسينما. لدينا أيضا مع الجزر، لكن كما قلت الجزر وليس الجزيرة. إذن الجزر شرط أن تكون جمعا، فمثلا نقول The Canaries أو The Netherlands. إذن نلاحظ أن هذه الجزر لدينا جمع، فنقوم باستخدام الأرتيكل ذا. أيضا تأتي مع سلسلة الجبال، ليس جبل واحد بل سلسلة جبال. مثال لدينا The Alps، جبال الألب. خامسا شيء فريد من نوعه، Something that is unique. يامس إشي لما يكون عندي فريد من نوعه، مثال على ذلك الشمس فنقول The Sun. أيضا العالم فنقول The World. إذن أيضا تأتي مع البلدان، شرط أن تكون هذه البلدان جمع. طيب كيف أن تكون البلاد جمع؟ عن طريق مثلا أن تكون مجمعة على شكل جمهوريات أو ولايات. فمثلا عندنا هون The United States، نحكي إحنا The United States of America، صح؟ إذن شو بنلاحظ؟ إذا تيجي مع البلدان شرط أن تكون جمع. أما بالنسبة للزيرو أرتيكل ف كما قلنا نعني بوجود زيرو أرتيكل عدم وجود لا إيه ولا آن ولا ذا، ما في عندي أي إشي قبل الاسم. فبتيجي إمتى الزيرو؟ بتيجي مع اسم عام. قبل شوي مع ذا حكينا تيجي مع اسم فريد من نوعه، لا، الزيرو أرتيكل مع اسم عام. كيف يعني؟ ووتر بشكل عام، كار، كات، كلهم بيجوا وراها قبليهم عفوا زيرو أرتيكل، وممكن نأشر لها إما بإشارة إكس أو بهاي الإشارة إنه أنا عندي زيرو أرتيكل. اثنين عندي أيضا، أو نكتب اللفظ زيرو. اثنين أيضا عندي بتيجي مع أسماء الأعلام، فمثلا نيجي نحكي عمر، سميرة، أمل. عمري ما حكيت ذا أمل، ما بحكي ذا سميرة أو غيرها. إذا مع أسماء الأعلام أيضا بيجي عندي إيش؟ زيرو أرتيكل. أيضا البلدان أو الأماكن، اسماء البلدان وليست جمع، تمام؟ ما بحكي عن الجمع فأجي أو الأماكن، فأجي بحكي عمان، جوردن، سلط. نلاحظ أنه قبليهم دائما زيرو أرتيكل. أما مثل ما حكينا قبل شوي عن مثلا البلدان، إذا كانت جمع زي The United States اللي هي ولايات مجموعة فبنستخدم ذا. نرجع نكمل، عنا أيضا مع اللغات، لما أجي أحكي عربيك، فرنش. إذا أسماء اللغات أيضا قبليها لازم يكون عندي زيرو أرتيكل. عندي المواد، مواد الصفية مثلا عندي ماثماتيكس، أرابيكس، إنجليش، أرابيك عفوا إنجليش، كلها بيجي قبليها زيرو أرتيكل. الأيام والشهور، مانس أند ديتس، عندي ماندي مثلا أو مارش، أيضا زيرو أرتيكل. أسماء الوجبات، وجبات الغذاء، الميلز اللي احنا بنتناولها يوميا زي دينر، بريكفاست، سبر، كلياتهم بيجي قبليهم زيرو أرتيكل. أيضا بعد حروف الجر، أي حروف جر، إذا شفنا in، on، by، to، إذا بيجي قبل بعديها مباشرة zero article. فبجي بحكي at school، ما بحكي at the school، by، بس. إذا مع حروف جر معينة زي by، on، in، و to بيجي وراها مباشرة zero article. تمام. That's all for today. Thanks for listening. Teacher ريهام الجماز always with you.